السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة أصالة. نكمل عقاب المتباينات، تمام. نخش تو على أنواع المتباينات. أول متباينة عندي شنو هي؟ المتباينة من الدرجة الأولى. من الدرجة شو معنى من الدرجة الأولى؟ يعني الأس متاعي بواحد، الأس تاع الرقم يكون واحد على الإكس، تمام. وفي متباين عندي من الدرجة الثانية برضو، من الدرجة الثانية. وفي عندي الكسرية، وفي عندي اللي فيها قيم مطلقة، يعني متباين من القيم المطلقة، قيم المطلقة متباينة فيها قيم مطلقة. يعني من الدرجة الأولى إكس أس واحد هيكون، يعني معلش رقم، أنا إكس تربيع. الكسرية اللي هي هيكون بسط ومقام. قيم مطلقة اللي هي، تمام. هذه أول حاجة على أنواع المتباينات. خلينا نخش تو على المتباينات من الدرجة الأولى، تمام. نخش على المتباينات من الدرجة الأولى. لما الدرجة الأولى يسموا فيها الخطية، الخطية، تمام، اللي هي من الدرجة الأولى. طريقة الحل، احنا تعرف بنعرف طريقة الحل بتاعنا عشان شنو؟ عشان نفهمه، يعني عشان لما تجينا مثلا نعرف نطبقه خلاص حال طول. يعني من تخش نضع الحدود التي تحت على الاكس في طرف والاعداد في طرف، يعني نحاول بقدر الامكان شنو ندير؟ نخلي الاكس في طرف بروحها، تمام؟ بقدر الامكان. شنو الثانية؟ نجري العمل رقم 2 خطوة رقم 2، نجري العملية الحسابية للحصول على مجموعة الحل قيم اكس، يعني نحاول ان نحل المسألة ان نطلع قيم اكس، تمام. ناخذ اول مسألة، 2 اكس اصغر من 6. شوفوا الاكس هنا شنو اسها، واحد، صح؟ تمام، خلاص. يبقى انا نحل عادي جدا، اثنين اكس اصغر من 6. هذه ما تدوروش، ما كاناش قاعد اصلا، انا يساوي، تمام. خلاص شنو نديرو؟ نبي قلنا شنو نبو؟ نحن نبو نخلو الاكس في طرف بروحه ضروري، صح ولا لا؟ هنا توا 2 اكس اصغر من 6، ما نقدرش نشيل 2 غادي. طبعا حتش يقول لي نشيل 2 غادي، حتش يقولها لي هذه، لان ما فيش لا موجب لا سالب عشان انا اقدر نشيلها مثلا بالطرف الاخر. لكن هنا في شنو؟ عددين مضروبات ببعضهم، يعني نقسم على 2، نقسم على 2 للطرفين عشان تخلص من 2 هذه انا، وتجد لي الاكس بروحها 6 قسم 2 3، وهذه جبت نفس الاختصار، تمام. خلينا نرسموها. هذا صفر، وهذا السالب ما لا نهاية، وهذه ما لا نهاية، وهذه ثلاثة. قال لي أصغر، صح؟ هو مفتوحة طبعا، يعني بتمشي شور سالب ما لا نهاية. بهذه شنو المجموعة الحل بتاعي؟ شنو لو مثلا طلب مني الأستاذ مجموعة الحل؟ هنقول له من سالب ما لا نهاية للثلاثة، هذه مجموعة الحل بتاعي. طبعا نبدأ من سالب، ليش بديت من سالب ما لا نهاية؟ قلنا ديما الرقم الأصغر شور اليسار، سالب ما لا نهاية أصغر من الثلاثة، تمام؟ أنا معها إشارة سالبة، والإشارة السالبة تقلل يعني من قيمة الرقم، تمام. نشوف المسألة الثانية اللي هي 4x + 12 أكبر من أو تساوي 20، تمام. سهلة بك، شنو قلنا أول حاجة نديرو؟ نخلو الإكس في طرف بروحه، صح ولا لا؟ تمام. هاي -4x + 12 شنو ندير تو أنا بالعدل؟ كيف نخلي تو الإكس بروحها؟ هي معاها الأربعة، أوكي خلينا من الأربعة، لكن تو عندي زائد 12 هذه أنا، خلينا نشيلها غادي. أنا شلت ليش؟ أنا جنبها إشارة، أنا أقدر نشيلها عادي. تقول لي -4x > أو يساوي 20 -12، هي مشت بعكس الإشارة، تمام؟ خلاص تو انا خليت الارقام في جهه والاكس بروحها في جهه، الاكس معاه في عدد مضروب فيه الاكس، شنو ندير العدد المضروب فيه هذا؟ نقسم عليه، نقسم على -4، وهنا نقسم على -4، تمام. هذه الاكس هنا تو بنستخدم الخواص بتاعتي انا. شنو قلنا نحن لما تقعد، لما نقسم على عدد سالب شنو قلنا؟ تقلب علامه التباين، صح ولا لا؟ هتنقلب علامه التباين تقلك، تمام. خلاص هتجد اكس 20 - 12 كم؟
20 ناقص 12 قلنا 8 على 8 على ناقص 4 اللي هي شنو هتقعد؟ عادي في الواحد عادي في اثنين هتيجي لي سالب اثنين. الاكس اصغر من او تساوي سالب اثنين. تمام خلينا نرسم رسمتها. لان انا في يساوي. قال لي اصغر من هتيجي ماشي يا شرب. يعني مجموعة الحالة بتاعي شن هتكون؟ هتكون من سالب ما لا نهاية. سالب اثنين. مغلقة هذي. وهذه مفتوحة. بس هذه هي. شوفوا المسألة الأخرى هي 3 زائد إكس على 5 أكبر من أو يساوي الواحد. أول حاجة إن في رقم هنا جنب مع الإكس ومع إشارة نقدر نطيرها نشيلها غادي ولا لا؟ هنشيله هناك. هتجد لي إكس على 5 أكبر من أو يساوي 1 ناقص 3. هي إشارتها موجبة أنا 3 شلتها غادي بإشارة السالب. تمام هذي قلت لي اكس على 5 اكبر من او يساوي 1 ناقص 3 ناقص 2 ب. تو انا عندي هنا رقم مع الاكس، شنو ندير للرقم هذا؟ انا بشنو نحوله؟ نضرب في 5 للطرفين، نضرب في 5 للطرفين، نضرب هنا في 5 نضرب هنا في 5 عشان الخمسة هذه تعدي مع الخمسة هذيك. تمام وهذه هتقعد اكس اكبر من او يساوي ناقص 2 في 5 ناقص 10. خلاص نرسم رسمتها. مودي السالب 10 انا قال لي اكبر من او يساوي السالب 10 تمشي هيك منها مجموعة الحال هتكون سالب 10 مغلقة وما لا نهاية مفتوحة. بس هذه هي. تمام هنقول ان الاكس تنتمي هذه نفس الجورة الاكس تنتمي واللي قبلها الاكس تنتمي. يعني هذه مجموعة الحل بتاعي. تمام شوفوا المسألة نشوف المسألتين هذين توا 5 اكس زائد 1 اكبر من 2 زائد 3 اكس. هنا توا خشينا على ان شنو يصير؟ يكون في اكس للطرفين. باش نديرو نحنا؟ تذكروا ايام الاعداد يقول لك المتشابهات السينات مع بعضهم والصادات مع بعضهم ومش عارف نفس الجو نفس الجو. نبى نخلي تو انا هذه وهذه 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 مع بعضهم وهذه وهذه مع بعضها. تمام يبقى انا نبي ننقل الواحد هنا نبي ننقل الثلاثه هنا. يبقى حتقعد 5 اكس ناقص 3 اكس اكبر من 2 ناقص 1 سهلة بك. تمام خلاص 5 اكس ناقص 3 اكس 2 اكس اكبر من الواحد صح؟ نقسم على 2 نقسم على 2 الاكس هتكون اكبر من النص. وهذه هي اجابة المسألة بتاعي سهلة بك. نرسم النص هيكون هنا اكبر يبقى هتكون الرسمة الاكس تنتمي الى نص وما لا نهاية. وهذه هي إجابة السؤال بتاعي سهلة بكر. بنشوف المسألة الأخرى برضو نفس الجو حتى هي. نجيب هذه هنا ونطلعها هتجد لي تلت إكس زائد 2 على 3 إكس أكبر من 7 على 6 زائد 3 على 2. ركز في موضوع الإشارات وركز في موضوع القلب. إيه لو قلبش ما قلبش بالطريقة هذه هتطلع لي في إجنيتها. وأنا لو مثلا جبت هذه هنا وجبت هذه هنا هتنقلب الموضوع هينقلب فيه لو إشارة هيخربط الموضوع. ركزوا. تمام تلت إكس زائد 2 على 3 نقدر نجمعوها عادي نقولوا إن 3 على 3 اللي هي إكس هتقعد 3 على 3 تمشي تقعد إكس أكبر من 7. هذه أما أن نوحد المقام سهلة أو نديرها أنا كمان شو وقت خاصة في الامتحان. 7 على 6 زائد 3 على 2 8 على 3 يبقى هتجد الاكس اكبر من 8 على 3. هذه المقام متوحد 1 زائد 2 3 3 على 3 تمشي تجد لي اكس بس. تمام اكس اكبر من 8 على 3 تمام. هذه 0 وهذه 8 على 3 قال لي اكبر تقعد 8 على 3 وما لا نهايه. ودي اجابه المساله بتاعي سهله بك. تمام تو خلينا نشوف المسالتين هذين. ناقص 5 اكس
أكبر من 10 and. شو معنى and هذه؟ and wa يعني الوا. شو معنى الوا؟ يعني تقاطع، يعني عناصر مشتركة. الوا يعني تقاطع، يعني نقاط عادي مع عادي. تمام، بما أن في وا هنا خلنا نقسمها، يعني كأن هذه مسألة وهذه مسألة. تمام، ناقص 5 إكس أكبر من 10 نقسم على ناقص 5 ناقص 5، لما نقسم على رقم سالب شين قلنا نديره تقلب علامة التباين وتجد 5 إكس عفوا أصغر من 2 سالب 2. تمام، هنا إكس زائد 1 أكبر من 6 نشيل الواحد غادي هتجد لي إكس أكبر من 5. تو خلينا نرسمه. إكس أكبر من 5 صفر وهذه 5 تمشي هيك، وهذه إكس أكبر أصغر من سالب 2 عفوا تمشي هيك. خلينا نديرو تور، خلينا ندمجو الرسمتين هذين في رسمة واحدة بس ونديرو أوكي. هنا سالب 2 صفر، وهنا 5، هنا 2 مفتوحات، هذه 5 قلنا أكبر تمشي ما لا نهاية، سالب 2 قالي أصغر عفوا أكبر تمشي هيك 5، قالي إكس أكبر عفوا عفوا الإكس أكبر حتمشي هيك. خلينا نغير اللون فوتو هذي أوكي، هذي الصفر وهذي 5، ركزوا في الإشارات باي سالب 2. تمام، قالي الإكس أكبر من 5 هو صح، يعني وين بتمشي؟ بتمشي للما لا نهاية، هذي سالب ما لا نهاية تمشي هيك، والسالب 2 أصغر، إكس أصغر من سالب 2 تمشي هيك صح؟ يبقى ليش تقاطع هذه؟ طيب فيش تقاطع، وهذا مش هيك وهذا مش هيك، مستحيل تقاطع. فهمتوا كيف؟ نشوف المسألة هذه. 3 اكس ناقص 11 اصغر من 4 اور. اور شو معناها؟ او شو معناها؟ او اتحاد. تمام، يبقى حنقسم المسألة من جديد. 3 اكس ناقص 11 اصغر من 4، نشيل ال 11 هذه غادي هيك، حتجي 3 اكس اصغر من 4 زائد 11، هنا هتجي لي 3 اكس اصغر من 15، نقسم على 3 نقسم على 3، الاكس اصغر من 5. تمام، هذه 9 نشيلها غادي، هتجي لي 4 اكس اكبر من 1 ناقص 9 على 4 على 4، الاكس أكبر من أو يساوي 1 ناقص 9 ناقص 8، ناقص 8 على 4، هذه في 1 هذه في 2 ناقص 2. تمام، طبعا ما تقلبش علامة التباين. ليش ما تقلبش؟ لأني أنا ما قسمتش على رقم سالب، هو أصلا أوريدي البسط سالب ما دخلنيش أنا، المهم أني أنا ما نقسمش على رقم سالب. تمام، خلينا نرسمه في رسمة واحدة مرة واحدة. تمام، هذه الصفر، هذه الخمسة في جهة الموجب، هذه السالب 2 في جهة السالبة. قال لي ان الاكس، طبعا هنا الخمسة مفتوحة هذه مغلقة، هنا اساوي، قال لي اكس اكبر من او يساوي سالب 2، اكبر من او يساوي، عشان انا ما نلخبطش، اليمين حط فيها ما لا نهاية، اليسار حط فيها سالب 8 عشان انا ما نلخبطش. تمام، اكبر من يعني بتمشي للما لا نهاية، والهذه قال لي اصغر من يعني بتمشي للسالب ما لا نهاية. يبقى هنا هو ما قالش نبي سالب 8 عشان انا ما نلخبطش. تمام، اكبر من يعني بتمشي للما لا نهايه، والهذه قال لي اصغر من يعني بتمشي للسالب ما لا نهايه. يبقى هنا هو ما قالش نبي تقاطع، انا قال نبي اتحاد او. تمام، يعني اتحاد شنو حيكون؟ اتحاد حيكون كل اتحاد سالب ما لا نهايه للما لا نهايه، لانه هو اصلا هذا مش سالب 100 وهذا مش ما لا نهايه، يعني الاثنين مع بعض، يعني كل واحد ماشي في جهه قصدي، وانا نبي الاتحاد صح. يبقى الاتحاد بتاعي حيكونك يعني شنو؟ الار، الاعداد الحقيقيه. تمام، نخش على حل متباينه من الدرجه الاولى التي تحتوي على علامتين تباين، يعني في نفس المساله مرات نلقى انا علامتين تباين، كيف نحل ذلك؟ نشوف، نخش على مساله سهله طبعا ما فيهاش اي لقطه، يعني سهله بك بس تركيز. ناقص 9 أصغر من 2 إكس زائد 3 أصغر من أو يساوي 7. تمام، هنا توا علامة التباين، في هنا علامة وفي هنا علامة صح ولا لا؟ يبقى أنا عندي هنا علامتين والإكس قاعدة في النص، الإكس قاعدة في النص بين علامات التباين،
انا عشان مطلوب مني شن قلنا نحن في البدايه بكل لما نبي نحله قلنا انه نخلو الاكس بروحه صح ولا لا؟ لا تمام. هنا الاكس مع ثلاثة صح، يعني الاكس مع ثلاثة بيناته، هل نشيلها هنا ولا نشيلها هنا؟ عشان ندير هنشيلها في الطرفين، هنشيل مره هنا وحنشيل مره هنا. كيف هنقول كيف هنقوله انه شن نديره؟ نقوله ناقص تسعة ناقص ثلاثة اصغر من اثنين اكس اصغر من سبعة ناقص ثلاثة. شلت الثلاثة مرة هنا ومرة هنا. تمام تمام خلاص. سوى ناقص تسعة ناقص ثلاثة ناقص عشرة ناقص حداش ناقص اتناش اربعة صح، نقسم على اثنين عشان نخلي الاكس بروحها، ما زالت الاكس معها رقم ايه، نقسم على اثنين هنا نقسم على اثنين هنا. بما اني قسمت هنا لازم نقسم على جميع الاتجاهات. خلاص على هذه واحد على اثنين على هذه واحد على هذه عفوا على هذه على هذه الواحد ايوه على هذه الستة. خلاص هتقعد ناقص ستة اصغر من اكس اكبر من اثنين اصغر من او تساوي اثنين. بيه خلينا نرسموها هذه تو، نحنا كيف نرسموها؟ هذه صفر وهذه اثنين وهذه ناقص ستة، اثنين مغلقة هذه مفتوحة. الاكس كيف نقرأ؟ أول حاجة نقرأ الاكس أصغر من أو تساوي اثنين أصغر من أو تساوي اثنين، والستة نقرأها اكس أكبر من سالب ستة. خلاص هتجد لي شنو الاكس تنتمي فون الاكس تنتمي لناقص ستة اثنين مغلقة. تمام سهلة، بس لما نلقى ان اكس في النص على متي تباين نشيلها كيف؟ نشيلها هنا وهون. تمام باهي هاي شوفوا المسألة الثانية هيا. الاكس ما زالت في النص وهنا علامة تباين وعلامة تباين ورقم ورقم، فا شو نديرو؟ شو نديرو؟ شيلوا مرة هنا الأربعة مرة هنا الأربعة ناقص أربعة شيلوها بعلامة تا ركزوا. خلاص هتقعد ستة زائد أربعة أصغر من إكس، وإذا تجد لي ناقص أربعة أربعة عفوا هتجد يعني شلت هتجد أربعة. تمام خلاص ستة زائد أربعة عشرة أصغر من أو يساوي الإكس أصغر من أو يساوي الأربعة. تمام به شو ندير توا؟ نرسم هذه الأربعة وهذه العشرة، قال لي ان الاكس اصغر من او تساوي الاربعة متجد شنو؟ مغلقة، والعشرة تجد مغلقة حتى هي، وتجد قال لي الاكبر من او تساوي العشرة. هذه قلنا شيك يبقى هذه شنو؟ الاكس تنتمي الى فاي، ما فيهاش يعني ما عندي شن 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 فيها من تقاطع، فيش صار شي هنا بينها صح؟ خلاص فاي حتقعد تمام. امبا شوفوا مسألة ثانية. المسألة هنا في فكرة مختلفة. هنا شوفوا لو لاحظنا ان هنا في اكس وهنا في اكس وهنا في اكس، في الثلاثة الاوجه في اكس. شنو نديرو بيه انا من الراي؟ نحنا هنا الراي بتاع اني انا ناخذ الطرف الاوسط هذا، و الطرف الاوسط هذا تحكوا فيه و هذا حناخذه مرة هنا ومرة هنا نعدله. تمام نعدله اني انا ناخذ الاكس مره هنا في النص هذا الطرف الاوسط في النص مره هنا ومره هنا. كيف نديره؟ طبعا اول حاجه بنكسر في النص، انا هتجد معادلتين هي تجد هنا اكس اصغر من هذه هنا يساوي هنا ستة او يساوي 3 اكس ناقص 2، وهي تجد 3 اكس ناقص 2 اصغر من او يساوي 2 ناقص اكس هيك هتجد. تمام في بينهن شنو حيكون؟ في بينهن اند، في بينهن تقاطع. تمام انا التقاطع مني انا ليش؟ لاني نفس التيكيوك ضروري ما نديرها. تمام هاي شو نديرو توا؟ اكس عندي هنا نشيل الاكس هذه هنا عشان نخلي الاكسات مع بعضهن عشان نقدر نجمع المتشابهات. هذا تجد لي اكس ناقص 3 اكس اصغر من 2 ناقص 2 عفوا. خلاص هتجد ناقص 2 اكس اصغر من ناقص 2 على ناقص 2 على ناقص 2، تقلب علامة التبين لأن قسمت على سالب واحد. هذه واحدة هنشوفوها. ثلاثة إكس ناقص اثنين أصغر من اثنين ناقص إكس، شو نديرو هنا؟ هنا هنجيبو برضو متشابهات مع بعضهن، هذه مع هذه صاحبتين، هننقل ناقص اثنين هنا أنا، هنغير اللون عشان ما تخشي،
خلنا ناخذ ناقص 2 هنايا، ناخذ الناقص 2 هنايا هتقعد 3 اكس، نشيل الناقص 2 غادي تقعد، ونجيب الاكس هذه هتقعد زائد اكس اصغر من 2، شلنا هذه غادي هتقعد زائد 2 تمام. خلاص 3 اكس زائد اكس هتقعد 4 اكس اصغر من 4 على 4 على 4، الاكس اصغر من او تساوي الواحد تمام. خلنا نرسم، بنديروا تقاطع بيننا احنا، هذه الصفر هذه الواحد، هو تقاطعهم فاي واضحه قاعده. لا مش فاي التقاطع، احنا التقاطع عناصر مشتركه صح ولا لا؟ عناصر مشتركه، وهنا قال لك ان اكس اصغر من او تساوي الواحد، وهنا قال لك اكس اكبر من او تساوي الواحد، يبقى هنا فيه واحد وهنا فيه واحد، يبقى متقاطعات في شنو؟ في الواحد متقاطعات. هنا اكس اصغر من واحد اهي اكس اصغر من واحد، هنا اكس اكبر من واحد اهي اكس اكبر من واحد. هو كان قال لي اكس اكبر من واحد واكس اصغر من واحد بس بدون يساوي، لا تقاطعهم يساوي فاي، لكن بما انه اكد وقال ان الاكس اصغر من او تساوي الواحد او الاكس اكبر من او تساوي الواحد، ضروري اثنين يا جدعان، هنا حيكون التقاطع فيه اللي هو واحد. لكن لو وحده فيه وحده لا راح هي تقاطعهم يساوي فاي، لان التقاطع هو عناصر مشتركه لين اللي قعد هنا وقعد هنا ضروري تمام. نشوفوا اخر مساله، هنا برضو نفس الشيء، في اكس هنا وفي اكس هنا وفي اكس هنا، شو نديروا طريقه شنو؟ نافوره كانها تنظف الميه هنا وتنظف الميه هنا، نبي نشيل نبي ناخذ هذه مع هذه وهذه مع هذه تمام، كانت تنظف الميه قاعده تمام نافوره. خلاص شو نديروا؟ حنقولوا لنا طبعا نقسمه بالنص، وبينهن شنو قلنا بينهن؟ انت تقاطع بينهن تمام. هناخذ هنا 2 اكس ناقص 3 اصغر من اكس زائد 4، وهنا اكس زائد 4 اصغر من 3 اكس ناقص 2 تمام. ضروري تحلوا بيد، كم ضروري، كم حليتوش باليد مش حتعرفوا الطريقه رام. اوكي انت توا تفرجي على الفيديو او انت تفرجي على الفيديو تحسب روحك فهمت تمام، لا لكن لما تطبق عكس ترى ضروري تطبق عشان تلصق المعلومه في الراس تمام. هنا 2 اكس ناقص 3 اصغر من اصغر من او تساوي اكس زائد 4، الاكسات ضروري مع بعضهم طبعا كيف ما كنا نقوله، 2 اكس هتقعد تشيل هذه هنا هتقعد ناقص اكس اصغر من او تساوي 4 زائد 3 تمام، ركزوا في الاشارات. هتقعد اكس اصغر من او تساوي 4 زائد 3 اللي هي 7 تمام. عاد شوفوا هذه توا نفس الشيء، نبي نجيب الاكسات مع بعضهم، نشيلوا هذه وهذه ونجيبوا هذه هنا، تقلي الاكس ناقص 3 اكس اصغر من او تساوي ناقص 2 ناقص 4. ركزوا في موضوع الاشارات، نعيد ونكرر، اكس ناقص 3 اكس ناقص 2 اكس اصغر من ناقص 2 ناقص 4 ناقص 6 على ناقص 2 على ناقص 2. علاش درت على ناقص 2؟ لان في سالب 2 اهي معها جنبنا، جنب الاكس سالب 2، وعشان قلنا من البدايه كنا لازم نخلو الاكس بروح ضروري في خطوات الحل بتاعتي تمام. هنا قسمت على ناقص 2 بنستخدم شنو؟ الخواص بتاعتي، ركزوا فيهن، تودي المسألة هذه غلطتي تودي المسألة، هتجد الاكس اكبر من او يساوي 3 تمام. هاي نديرو التقاطع اللي بينها، هذه الصفر وهذه الثلاثة وهذه السبعة، هن اثنين نقطة مهمة بكل هذه، الاكس قال لي اصغر من 7 يعني الاكس حتكون ماشيه للسالب ما لا نهايه، والثلاثة اكبر تكونك يبقى متقاطعات في شنو؟ من 3 لل 7 متقاطعات، والثلاثة والسبعة دخلت ليش؟ دخلت لانهم يساوون، قال ويساوي الثلاثة ويساوي 7، يبقى الاكس تنتمي لشنو؟ تنتمي للفترة المغلقة 3 و7 تمام. هذه هي اجابة المسألة بتاعي، موفقين ان شاء الله.